بسم الله الرحمن الرحيم. تفتتح الجلسة وتتلى أسماء الأعضاء ثم أسماء المعتذرين عن جلسة اليوم ثم أسماء الغائبين عن الجلسة الماضية دون عذر أو إخطار. أحمد حاجي لاري حاضر. أحمد عبد المحسن المليفي غير موجود. أنس خالد الصالح غير موجود. بدر غريد البذالي غير موجود. حسين علي القلاف حاضر. حماد بن أحد الدوسري غير موجود. حمد سيف الهرشاني غير موجود. خالد حسين الشطي غير موجود. خالد رفاعي الشليمي حاضر. خالد سالم العدوة حاضر. خليل إبراهيم الصالح حاضر. دكتور خليل عبد الله علي غير موجود. ذكرى عايد الرشيدي غير موجودة. دكتور رولا عبد الله دشتي حاضرة. سالم ثيب لذينة غير موجود. سعد علي الرشيدي غير موجود. سعد فهد البوص حاضر. سعدون حماد العتيبي حاضر. سعود نشمي الحريجي حاضر. سلمان صباح الصباح حاضر. صالح أحمد عاشور غير موجود. صباح خالد الصباح غير موجود. صفاء عبد الرحمن الهاشم حاضرة. دكتور صلاح بن لطيف العتيجي حاضر. طاهر علي الفيلشاوي حاضر. عادل مساعد اليار الله حاضر. دكتور عبد الحميد عباس دشتي غير موجود. دكتور عبد الرحمن صالح الجيران حاضر. عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم حاضر. عبد الله إبراهيم التميمي غير موجود. عدنان إبراهيم المطوع غير موجود. عدنان سيد عبد الصمد غير موجود. عسكر عويد العنزي غير موجود. عصام سلمان الدبوس حاضر. فيصل سعود دويسان حاضر. فيصل محمد الكندري حاضر. كامل محمود العوضي حاضر. مبارك صالح النجادة حاضر. دكتور محمد براك الهيفي حاضر. محمد عبد الله الصباح غير موجود. محمد ناصر الجبري حاضر. محمد ناصر البراك حاضر. دكتور مشاري ظاهر الحسيني حاضر. دكتورة معصومة صالح المبارك حاضرة. ناصر عبد الله الشمري غير موجود. ناصر عبد المحسن المري غير موجود. دكتور نايف فلاح الحجرف غير موجود. نبيل نور الفضل حاضر. نواف سليمان الفزيع غير موجود. هاني حسين شمس حاضر. هاني عبد العزيز حسين حاضر. هشام حسين البغلي حاضر. يعقوب عبد المحسن الصانع غير موجود. دكتور يوسف سيد الزلزلة حاضر. ناصر الشمري حاضر. عبد الله التميمي حاضر. مبارك بني الخرينج حاضر. أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسة يوم الأربعاء الموافق 6/2/2013: جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أحمد حمود الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أحمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مصطفى جاسم الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، شريدة عبد الله المعوشرجي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مبارك بني العرف دكتور علي صالح العمير، خلف دميثير العنزي، عبد الله يوسف المعيوف. هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس. يتلى البند التالي. 10 التصويت على التقرير الثامن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. في جلسة 23/1/2013 انتهى المجلس من المناقشة العامة لهذا المشروع بقانون، والآن ننتقل إلى التصويت عليه من حيث المبدأ. تفضل المقرر.
الرئيس، اللجنة التشريعية، أول شيء صبحكم الله بالخير جميعاً. اللجنة التشريعية أنجزت هذا التقرير وراجعت المواد اللي عليها تعديل، وبالتالي يعني إذا تحبون نقرأ المواد اللي وصلت إليها اللجنة ما عندي مانع، وإذا تحبون نصوت مباشرة هم كذلك ممكن. شو تشوفون الأخ الرئيس؟ هل يوافق المجلس تصويت النداء بالاسم النداء الأولى؟ موافقة. نعم تفضل. أحمد حاجي لاري، تهريب المهاجرين، قانون تهريب التصويت فقط. أحمد حاجي لاري ممتنع. أحمد عبد المحسن مليفي غير موجود. أنس خالد الصالح غير موجود. بدر غريد البذالي غير موجود. حسين علي القلاف موافق. حمد مناح الدوسري، حماد مناح الدوسري غير موجود. حمد سيف الهرشاني غير موجود. خالد حسين الشطي غير موجود. خالد رفاع الشليمي موافق. خالد سالم العدوة موافق. خليل إبراهيم الصالح موافق. دكتور خليل عبد الله علي غير موجود. ذكرى عايد الرشيدي غير موجودة. دكتور رولا عبد الله دشتي موافقة. سالم ثيب لدينا غير موجود. سعد علي الرشيدي غير موجود. سعد فهد البوص موافق. سعدون حماد العتيبي موافق. سعود نشمي الحريجي موافق. سلمان صباح الصباح موافق. صالح أحمد عاشور غير موجود. صباح خالد الصباح غير موجود. صفاء عبد الرحمن الهاشم موافقة. دكتور صلاح بلطيف العتيجي موافق. طاهر علي الفيلشاوي موافق. عادل مساعد اليار الله موافق. دكتور عبد الحميد عباس دشتي، دكتور عبد الحميد عباس دشتي موافق. دكتور عبد الرحمن صالح الجيران موافق. عبد العزيز عبد اللطيف الابراهيم موافق. عبد الله ابراهيم التميمي موافق. عدنان ابراهيم المطوع موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موجود. عسكر عويد العنزي غير موجود. عصام سلمان الدبوس غير موجود. فيصل سعود دويسان موافق. فيصل محمد الكندري موافق. كامل محمود العوضي موافق. مبارك صالح النجادة ممتنع. دكتور محمد براك الهيفي موافق. محمد عبد الله الصباح غير موجود. محمد ناصر الجبري موافق. محمد ناصر البراك موافق. دكتور مشاري ظاهر الحسيني موافق. دكتورة معصومة صالح المبارك موافقة. ناصر عبد الله الشمري غير موجود. ناصر عبد المحسن المري موافق. دكتور نايف فلاح الحجرف موافق. نبيل نوري الفضل موافق. نواف سليمان الفزيع غير موجود. هاني حسين شمس ممتنع. هاني عبد العزيز حسين موافق. هشام حسين البغلي موافق. يعقوب عبد المحسن الصانع غير موجود. دكتور يوسف سيد الزلزلة، دكتور يوسف سيد الزلزلة موافق. مبارك بنية الخرينج موافق. موافق. الحضور 36 موافقة 33 امتناع 3 موافقة.
يكون أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد انقضاء 4 أيام على الأقل، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. فهل يرى المجلس إجراء المداولة الثانية الآن استناداً إلى الاستثناء الوارد في المادة 104 من اللائحة الداخلية المجلس؟ موافق. يجري التصويت على نداء باسم المداولة الثانية. أحمد حاجي لاري، ممتنع. أحمد عبد المحسن المليفي، غير موجود. أنس خالد الصالح، غير موجود. بدر غريد البذالي. قانون للتجار والبشر. قانون تهريب المهاجرين. مداولة ثانية. خلوا بعدين. أنس خالد الصالح، موافق. حسين علي القلاف، موافق. حماد مناحي الدوسري، غير موجود. حمد سيف الهرشاني، غير موجود. خالد حسين الشطي، غير موجود. خالد رفاعي الشليمي، موافق. خالد سالم العدوة، موافق. خليل إبراهيم الصالح، موافق. دكتور خليل عبد الله علي، غير موجود. ذكرى عايد الرشيدي، غير موجودة. دكتور رولا عبد الله دشتي، موافقة. سالم ثيب لذينة، غير موجود. سعد علي الرشيدي، غير موجود. سعد فهد البوص، موافق. سعدون حماد العتيبي، موافق. سعود نشمي الحريجي، موافق. سلمان صباح الصباح، موافق. صالح أحمد عاشور، غير موجود. صباح خالد الصباح، غير موجود. صفاء عبد الرحمن الهاشم، موافقة. دكتور صلاح عبد اللطيف العتيجي، موافق. طاهر علي الفيلشاوي، موافق. عادل مساعد اليار الله، موافق. دكتور عبد الحميد عباس دشتي، موافق. دكتور عبد الرحمن صالح الجيران، موافق. عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم، غير موجود. عبد الله إبراهيم التميمي، غير موجود. عدنان إبراهيم المطوع، موافق. عدنان سيد عبد الصمد، غير موجود. عسكر عويد العنزي، غير موجود. عصام سلمان الدبوس، غير موجود. فيصل سعود دويسان، موافق. فيصل محمد الكندري، موافق. كامل محمود العوضي، موافق. مبارك صالح النجادة، ممتنع. دكتور محمد براك الهيفي، موافق. محمد عبد الله الصباح، غير موجود. محمد ناصر الجبري، موافق. محمد ناصر البراك، موافق. دكتور مشاري ظاهر الحسيني، موافق. دكتورة معصومة صالح المبارك، موافقة. ناصر عبد الله الشمري، غير موجود. ناصر عبد المحسن المري، موافق. دكتور نايف فلاح الحجرف، موافق. نبيل نوري الفضل، موافق. نواف سليمان الفزيع، غير موجود. هاني حسين شمس، ممتنع. هاني عبد العزيز حسين، موافق. هشام حسين البغلي، موافق. يعقوب عبد المحسن الصانع، موافق. دكتور يوسف سيد الزلزلة، موافق. عدنان سيد عبد الصمد، ممتنع. عبد العزيز الإبراهيم، موافق. مبارك بنية الخرينج، موافقة. موافق. الحضور 38، موافقة 34، امتناع 4. إذا موافقة ويبلغ إلى الحكومة. تتلى الفقرة التالية. 41، اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بقضية الطيار الكويتي الذي أقلع بطائرة الخطوط الجوية الكويتية إلى طهران بتاريخ 20/3/2012.
على أن لا يتجاوز مدة عمل اللجنة 3 أشهر. هل لدى الحكومة بيان بهذا الموضوع؟ يا حكومة، عندكم بيان بهذا الموضوع؟ عفوا أخ الرئيس، موضوع الطيار، تشكيل لجنة الطيار، بخصوص تشكيل لجنة. أخ الرئيس، نحن الموضوع بالنسبة لنا الوزير المعني قام بإجراءات شخص الطيار على إعادته للعمل. اليوم عم يتكلموا على تداعيات القرارات، أمور أخرى غير الطيار في الموضوع. ونحن أخ رئيس بالنسبة لنا الموضوع انتهى، بس موضوع تداعياته وموضوع واسع مو محدد شو اللي نبي ننظر فيه. لو يتحدد الموضوع بيكون مهم لنا. أخ رئيس، لو يعيد صياغة لجنة التحقيق لتكون واضحة، لأنه العبارات مطاطة. موضوع الطيار عاد إلى عمله، لكن بقية الأشياء أنا ما أعرف لجنة التحقيق تبي تنظر بشنو فيها. لو المقدمين الطلب يوضحوا بالضبط شو يبوا يسووا بلجنة التحقيق ليكون عندنا على دراية بالموضوع. دكتورة رولا، دكتورة رولا، لو سمحتي، في تقديم طلب قدم من الأخوة النواب في الجلسة الماضية. نعم، وأنا الآن عندي أنا يعني مسجلين على هذا الموضوع. أخ رئيس، الطلب لجنة التحقيق، الطلب موجود على جدول أعمال، نحن ما حنأخر الموضوع. هم طالبين يقدموه على ما باقي المواد في الموضوع، بس احنا عندنا وجهة نظرنا بس باللجنة التحقيق. إذا تبوا تصوتوا عليه صوتوا، يعني ما عندنا، هو موجود على جدول الأعمال، مدرج على جدول الأعمال أخي الرئيس، بس هو تقديمه على باقي سائر البنود. أخ خليل، كابتن خليل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة حق الموضوع، أنا أسأل الدكتورة الفاضلة أن تقرأ خطاب تشكيل أو الموضوع عن طلب تشكيل اللجنة. نحن الموقعين أدناء أي للفقرة الثانية بكل وضوح، وذلك لاستجلاء الحقائق حول كسر الإضراب ودور كل مسؤول في الدولة أو من أي جهة في تعاطيها مع هذا الحدث والوقوف على تداعياته. ودخلنا بالفترة بالتخصيص بخصوص توقيف الطيار. أنا أتكلم هنالك في حالة موجودة صارت في الكويت، أول مرة تتعرض فيها طائرة للخطوط الجوية الكويتية وتحمل علم الكويت، وفيها طلع من الكويت رسالة إلى سلطات الطيران المدني في طهران أن هذه الطائرة مخترقة أمنياً. أنا أتحدى أي دولة في العالم، إحنا محظوظين إن ما ضربت بصاروخ هاي الطائرة. أنا أتكلم الآن، لازم نقف من وراء هذه الأمور، كيف صارت؟ فهذا هو. أخ خليل، لو سمحت ممكن تكلم لما يجي دورك. الآن نبدأ المناقشة. أول مسجلين دكتور يوسف زلزلة، تفضل. دكتور يوسف تفضل. أخ سعدون، على أي مادة سمحت؟ أي لا، نظام الأخ الرئيس، الأخوان طالبين تشكيل لجنة تحقيق، والأمور واضحة جدا، يعني اختصار لوقت المجلس، توحال لجنة مرافق الخدمات هي الجهة المختصة في هذا الموضوع. شكرا أخ رئيس. يا خدمة. إيه، بس أنا عندي أخ سعدون مسجلين، يعني اللي إذا رأى المجلس عكس ذلك. تفضل أخ. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لأخ الرئيس. الأخ الرئيس، يعني أرجو من الإخوان أن يتفهمون بأن هذه قضية يجب أن لا تمر مرور الكرام ولا تعبر، لأن القضية فيها قضية أمنية أيضا. يعني عندما تخرج الطائرة من الكويت وتذهب إلى موقع وتعطى معلومة للموقع الذي ستذهب إليه بأن هذه الطائرة مخترقة، هذا يعني أن هناك خطر كبير جدا يجب أن يعالج. هذا يعني أن هناك من أعطى هذا الأمر الخاطئ، ولولا أن الله عز وجل يعني أنزل رحمته على من في هذه الطائرة، قد تكون هذه الطائرة فيما بعد تتعرض لشيء. ولذلك
هذا الأمر مستحق حتى على الحكومة. أنا كنت أتوقع من الحكومة الآن أن تقوم وتقرأ تقرير شنو اللي صار بالضبط، لأن بالفعل الكثير من المواطنين مع هذه الحالة بالذات ليس لديهم معلومات كافية ووافية. مع احترامنا وتقديرنا للطيران المدني، لجمعية الطيارين، للنقابة إلى آخره، لكن نحن الآن أمام واقع نحتاج إلى معلومات دقيقة. ما نبي نصير مثل ما صار مع وزير الداخلية، كل ما نسأل سؤال ماكو جواب، كل ما نسأل سؤال ماكو جواب. وإحنا منوط فينا الأخ الرئيس أمن هذا البلد، إحنا مسؤولين أمام الله عز وجل وأمام المواطنين أن نعطيهم المعلومة الصحيحة. ما يصير طيارة تطير من الكويت تروح إلى جهة وبالتالي تعطى معلومة من الكويت إلى هذه الجهة أن هذه الطائرة مخترقة أمنياً، معناته هناك من يحاول أن يدس الدسائس. ولولا أن الله عز وجل، وأكرر الأخ الرئيس، لولا رحمة الله عز وجل لتعرضت هذه الطائرة للخطر وأصبحت هناك كارثة كبيرة جداً أمنية على الكويت، وحتى كارثة خارجية أيضاً. أنا أتعجب من الإخوان في الحكومة، أتعجب منهم، يعني من المفترض أن هم يكونون الأولى أن يقومون بهذا التحقيق، وأيضاً من كان متسبب بهذا الأمر يحاسب. مشكلتنا في الكويت الأخ الرئيس، أنت قاعد تشوف إيش قاعد يصير في البلد، تجاوز قانون، عدم التزام بالقانون، عدم اهتمام بالقانون، مسيرات غير مرخصة، كلام غير صحيح قاعد ينشر الآن في تويتر وغيره في التجاوزات على المواطنين والناس، كل هذا لأنه ليس هناك جدية من الحكومة في تنفيذ الجزاءات على من يسيء. إحنا الحين نتكلم عن قضية مهمة وكبيرة جداً، أن هناك من أرسل معلومة خاطئة للجهة التي ستستقبل الطائرة، أن هناك هذه الطائرة بالذات فيها قضية أمنية كبيرة جداً. لذلك أتمنى من الحكومة وكذلك أتمنى من إخوان النواب لا تمر هذه القضية مرور الكرام. أخشى أن إذا مرت هذه القضية مرور الكرام ستأتي قضايا أخرى مشابهة، بل ستكون أكثر كارثية على البلد وعلى المجتمع وعلى المواطنين. فأتمنى إن شاء الله تعالى من الإخوان في الحكومة بالفعل أن يكون عندهم نوع من الشعور بالمسؤولية. إحنا لما قدمنا هذا الطلب الأخ الرئيس، لأن هناك كثير من التساؤلات تصل لنا، وين ما ندخل ديوانية يتكلمون عن هذه القضية وليس لدينا إجابة. إحنا ممثلين الأمة، يجب أن تكون لدينا إجابات صحيحة، ليس لدينا. فنطلب من الحكومة أن تشكل هذه اللجنة، تقوم بدورها بالتحقيق حتى بالفعل نقدم للمجلس ما فيه إن شاء الله تعالى المعلومة الصحيحة، اللي فيما بعد يجب أن يحاسب كل مقصر، ويجب أن يكون هذا الدور أيضا مناط بالحكومة نفسها. شكرا الأخ الرئيس. شكرا دكتور يوسف. إخواني، فاتني أن أنوه، هل يرى المجلس تحديد مدة نص ساعة للمناقشة وكل نائب 5 دقائق؟ موافقين؟ موافقة. دكتور رولا. شكرا أخ الرئيس. أخ الرئيس، نحن بالحكومة ما عندنا مانع بموضوع لجنة التحقيق، ونحن في غاية الأهمية توصل المعلومات للشعب الكويتي ولممثلين الشعب الكويتي بكل شفافية في الموضوع. الوزير المعني ليعطي المعلومات الوافية الكافية على هالموضوع وتداعياته ليس موجود اليوم، بس نحن من حيث المبدأ ما عندنا مشكلة على تشكيل لجنة التحقيق. أخ الرئيس، وكل المعلومات ستقدم. أخ الرئيس، وكل المعلومات ستقدم للجنة التحقيق حتى يتسنى لهم أخذ القرارات وتوضيح الأمور للشعب الكويتي ولمجلسكم الموقر. شكرا. أخواني، هل يرى المجلس الاكتفاء بهذه المناقشة؟ ودقيقة، دقيق. دقيقة أخ عدنان، دقيق لو سمحت. هل يرى المجلس الاكتفاء بهذه المناقشة وتصويت على تحقيق لحظة لو سمحت. لحظة لو سمحتي. دقيقة، أنا أستأذن المجلس. هل يرى المجلس الاكتفاء بهذه المناقشة ورجاء لو سمحت والاكتفاء بهذه المناقشة وتشكيل لجنة التحقيق أم لا؟ الموافق بالاكتفاء بهذه المناقشة يرفع يده لو سمحتوا. إذن لحظة، إذن تستمر المناقشة، تفضلوا.
تفضل تفضل. تفضل الآن الأخ عادل جر الله دور. الأخ عادل، أخ عادل، أخ عادل تفضل. لا لا خلك وياي، خلوا وياي، خلوا وياي، لا كلهم واحد الاثنين، لا خلوا وياي، خلوا وياي هو شغال. سيد سيد صباح رجاء الخير. سيد سيد صباح الخير لو سمحت. سادة الربيع صباح الخير، أعطوني فرصة. كثر خيرك كثر خيرك سيد عادل لو سمحت تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا قد أكون على اتصال مباشر في هذه القضية مع سعادة الوزير، وأتمنى من الدكتورة رولا أيضا توسع صدرها شوية ويانا. أنا انتقدت هذا الموضوع بالنسبة للطيارين ليس على الموقف فقط، ولكن الإجراءات التي تمت بعد الموقف. فلجنة التحقيق حتخلينا على بينة، لأن هل هم لما قاموا في الواجب الذي يعتقدون أنه وطني يعاقبون؟ هذه طامة. إذا كان الشخص لما يقوم يؤدي دور وطني يعاقب، يصير بعدين يعني عمل سلبي. الوطنية ليست فقط قوانين وتبعها، هي روح من داخل الإنسان، حب الكويت من داخله. فإحنا عندنا شبهة، وأيضاً الوزير له وجهة نظر ونحترمها. فلجنة التحقيق حتبين الموضوع، كما أن في هذا الموضوع صح مثل ما قالت الدكتورة عودة الطيارين، ولكنهم قاعدين من غير شغل. إحنا نعيد ونقول للمرة المليون، لا يجب أن يجلس أحد يتغاضى راتب حرام. لمتى إحنا نشجع الناس تقعد من غير شغل؟ خلنا نبطل قضية إنه قاعدة وأعطيه فلوس وهو ما يشتغل. كلنا والحمد لله مسلمين ونعرف الشرع شو يقول. فيجب علينا أن نتأكد من وأين يقع الخلل. هذا التحقيق إيجابي وليس سلبي، وليس في مخالفة على الوزير، لأن ليست في عهد الوزير، وليس في مخالفة على الطيارين. الطيارين أدوا دور، الله يعلم شنو اللي سووه، وإحنا نيتنا سليمة ونيتهم وطنية أيضا. فالتحقيق هو إيجابي وليس سلبي، فقط نبي نعرف الحقيقة، لأن صرنا بين يمين ويسار، لا نريد أكثر من ذلك. شكرا. شكرا أخ عادل. سجل سجل نقطة نظام. الأخ خالد سليمي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ الرئيس، إجراء في مثل هذا التصرف وما يتعلق بمرفق حيوي من مرافق الدولة، بل وناقل رسمي للدولة أيضا، طائرة من الطائرات، يعني تخيل لو سيارة تتجاوز القانون وتكسر الإجراءات، يفترض تستنفر الدولة أجهزتها، فما بالك بطيارة الطير، طيارة بدون ركاب، بدون مهمة، بدون وجهة، طيارة الطير وتروح الدولة وترفض الدولة استقبال هذه الطيارة، وراحت الدولة ثانية كما أشيع عن هذا الموضوع. كل هالإجراءات ما الهدف من هذا الحادثة أو هذه الحادثة؟ ما الهدف منها؟ هل هو كسر الإضراب كما نسمع، أو أنها خطوة ارتجالية قام فيها البعض وبإيعاز يمكن من البعض أيضا؟ ولذلك الحادثة اللي تمت الأخ الرئيس لم يأخذ إذن من المؤسسة أول المؤسسة الكويتية. أضف إلى ذلك ما أخذ إذن من البرج بعد، ولا اتفق مع الطيران المدني في هذا الأمر، بمعنى خالف إجراءات الأمن والسلامة وعرض الطائرة أيضاً للخطر. الأخ الرئيس، الكل يعلم عن هذه الحادثة، وأولهم الحكومة اللي من ساعة تقوم الحكومة تتكلم تقول ما ندري على الموضوع، وفي تقرير موجود وشامل ووافي على مكتب الوزير. ولذلك احنا نطالب الوزير بعرض التقرير اللي موجود عنده على السادة أعضاء المجلس،
أضف إلى ذلك الإجراءات القانونية اللي تتعلق بأنظمة سلامة الطيران بالكويت، هذا تم مخالفتها. إجراءات التشغيل الأخ الرئيس بعد حتى بالخطوط أيضا تم تجاوزها. أوراق الطائرة الرسمية اللي يفترض أن يقدمها الطيار قبل لا يطير بالطيارة أخذها وياه وما سلم للأرض الأوراق الرسمية، يعني بمعنى أصح هذا اختطاف طائرة. تخيل حادثة ثانية لو يقومون بعمل إرهابي أو ما شابه هذا ويتواطؤون، كل هالإجراءات هذه تم تجاوزها، شنو العمل الأخ الرئيس؟ يعني إحنا أمام حادثة يفترض الحكومة هي مشكلة لجنة التحقيق، مو تخش مساوئها الحكومة وتسكت عن هذا الأمر، يحطونها بالأدراج التقارير والمعلومات اللي إحنا يفترض الأخ الرئيس أول من يطلع عليها. لذلك أعيد وأكرر المطالبة هذه الأخ الرئيس بأن يجب على الوزير اللي موجود عنده التقرير أن يعرض التقرير على مجلس الأمة، بل كان يبادر المفروض، ما ينتظر من مجلس الأمة أن يطالب، لأن مسؤوليته السياسية تتطلب أن يبادر هو شخصياً ويفتح ملف تحقيق. ولذلك إحنا نقول الأخ الرئيس إذا الحكومة تبي تمشي على هذا المنوال، كل خطأ تقوم فيه تخششه بالأدراج وتروح تلف وتدور من أجل مخارج، مثل ما سمعنا من ممثلة الحكومة تتكلم تقول ما عندي خبر، طيب إيش حقه بكل واردة وشاردة تقومين وتتكلمين وتردين علينا؟ ولذلك الأخ الرئيس إحنا نشدد على هذا الإجراء ونطلب لجنة تحقيق نشكلها من المجلس حتى نطلع على كافة الأمور. شكراً الأخ الرئيس. شكراً أخ خالد. الأخ أحمد لاري تنازل للأخ عدنان عبد الصمد. الأخ عدنان تفضل. شكراً الأخ الرئيس وشكراً الأخ الفاضل أحمد لاري. الأخ الرئيس القضية ليست فقط قضية أمنية، خلنا ننظر لها نظرة واقعية وحقيقية، نظرة أيضا القضية قضية سياسية أيضا يدخل فيها العامل السياسي بامتياز. كنا في ظروف سيئة في تلك الأيام، كان هناك توتر وأزمات سياسية متلاحقة، مع الأسف لم تكن الحكومة قادرة على اتخاذ قرار إزاء تلك الأزمات اللي مرينا فيها، كان البلد مختطف في ذلك الوقت الأخ الرئيس، كان البلد مختطف. ولا قضية مثل قضية هذه الطائرة توجه لها تعليمات بكسر الإضراب في المطار، تعليمات مسؤولين، موافقة من الطيران المدني، موافقة من وزارة الداخلية، تطير الطيارة متجهة ليس إلى طهران ولكن إلى الرياض أو الإمارات، ثم بعد ذلك تأتيها توجيهات لا روحوا طهران، ما كان في البداية التوجه إلى طهران، وكان هناك مغزى لتغيير وجهة الطائرة. أنت الآن منو سمح لهذه الطائرة تطير؟ منو منع؟ منو غير اتجاه الطائرة؟ الحقيقة الأخ الرئيس يجب أن تشكل لجنة وفعلا يتم التحقيق، لأن الكابتن اللي طير الطيارة كان بقرار حكومي في ذلك الوقت، ومحاولة لكسر حصار ومحاولة لاستعادة اختطاف القرار في ذلك الوقت، مع الأسف بعدين الحكومة تتخلى عنه، تتخلى عنه خضوعا لتهديدات وابتزازات من كان يخطف الكويت في ذلك الوقت. الكابتن عنده صورة مع رئيس الوزراء، كان عنده صورة مع رئيس الوزراء وبأن رئيس الوزراء راح يدعمه ولن يصيب شيء، مرة واحدة يطلعونه بضغوطات معينة، ومع الأسف الوزير يخضع لذلك الابتزاز ويخضع لذلك التهديد. أي حكومة هذه؟ مطلوب من لجنة التحقيق فعلا تحميل كل واحد كان مسؤول
مو قضية إنه والله واحد ركب طيارة وبعدين أنا أطرده وأطرد كل من كان يؤيده. أنتوا لما تقولون أثناء طيران الطيارة ترسل برقيات بأن الطائرة مختطفة، إن هناك والله خلل أمني، إن هناك ليس لها موافقات من قبل الجهات المسؤولة. إذن إذا كانت الطيارة أنا ما أمنعها، ما أمنعها أطير من المطار، لا أستطيع منع طائرة تطير طيارة غصبا عني مع كل هذه الجهات المسؤولة. لا وأكثر، لما تروح طهران وتنزل يطلبون من الكابتن تحميل الركاب من طهران وإعادتهم إلى الكويت. كيف تكون الطائرة مختطفة والطائرة فيها خلل أمني ومخترقة أمنيا، وأنا أطلب إن والله أنت يا كابتن جيب لي ركاب من طهران رجعهم هني. الحقيقة المشكلة إحنا الأخ الرئيس، مشكلتنا في بعض الأزمات أو في كثير من الأزمات أو في كل الأزمات ما عندنا من يدير تلك الأزمات. هذه القضية كانت تشكل أزمة في وقتها، المفروض هناك فريق عمل يدير هذه الأزمات ويحمل كل من أساء إلى الطيران المدني، أساء إلى وزارة الداخلية، أساء إلى الكويت، كلها يتحملها أياً كان موقع ذلك الشخص. القضية بحاجة إلى فعلاً تحقيق لكي لا يظلم فيها أحد، بل يكافئ من كان يحاول كسر الاعتصام أو الإضراب في ذلك الوقت. إحنا المفروض نكافئه، مو إنه والله نسيء له. وبالتالي أرجو من الإخوان في اللجنة الآن المنوي تشكيلها أياً كانت هذه اللجنة فعلاً تتبع كثير من القضايا وتحميل من كان السبب في تلك المسؤولية، مو قضية إن يضعون والله كبش فداء الكابتن أو فلان فلان. نعم، أي واحد كان هو المتسبب يجب أن يتحمل تلك المسؤولية سواء كان موظف أو كان وزير. شكراً لأخ الرئيس. شكراً عدنان. خليل صالح تفضل. خليل تفضل. شكراً الأخ الرئيس، أتنازل بدور الأخ نبيل الفضل. شكراً الأخ الرئيس. القضية ما هي قضية مشكلة طيار وأعادوا لعملة مثل ما تفضلت الأخ الوزيرة، إن هذه إذا سوينا كذي وسكتنا عن الموضوع لم نستفد من تجاربنا. إحنا مرينا بتجربة مثل ما وصفها السيد، كانت فيها خلط ما بين الشيء الفني وبين الشيء الإداري وبين الشيء السياسي، وكنا نمر في ظروف جدا صعبة، واللي صار مع الطيارة كان نتاج لهذه الصراعات السياسية اللي قائمة في ذلك الوقت. أعتقد كلام الأخ شليمي يبين مدى أهمية وجود هذه اللجنة. الرجل عنده تصور مختلف تماما عن تصور آخرين، عن تصوري، عن تصور الأخ عدنان، وهذا يستوجب وجود لجنة تحقيق. هو قاعد يسمع كلام والثاني يسمعون كلام، سيد يوسف يسمع كلام، فبالتالي في حاجة للتحقيق. احنا قاعدين ندعم الحكومة في التحقيق، لأن في ذلك الوقت اللجنة اللي حطوها عشان تحقق من صلب المشكلة اللي هي داخل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والطيران المدني اللي كان بينهم الإشكال. احنا نبي لجنة حيادية علشان ما تتكرر هذه القضية مرة أخرى مع أي شخص آخر. وبالتالي يعني لا في سبب لتأجيل الموضوع ولا في سبب لرفضه. أعتقد الحكومة موافقة، حتى الأطراف اللي مختلفة في القصة متفقين إن محتاجين لجنة تحقيق عشان نخلص منها. فياريت نصوت على الموضوع ونخلص. أخي الرئيس شكرا. شكرا أخ نبيل. الأخ حسين قلاو تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أولاً أحب أنوه على المنهج الحكومي والمنهج الشخصي. منهج الحكومي، الحكومة طلبت تأجيل أسبوعين، إيش حقه؟ حتى تعد الأوراق وحتى تطالع الموضوع وتي تعرضه على المجلس. هذا اللي عندنا وهذا رؤية اللي إحنا شايفينها وهذا الحل. اتضح ان التأجيل للتسويف، يعني بيغشمرون احنا كمجلس الان كل تأجيل راح يقوم هذا شكله. بدليل وين الوزير؟ واذا الوزير مسافر مع سمو الامير
وين اللي يحل محله يتكلم يجاوب الإشكالات اللي قاعد تطرح؟ ماكو. إذن طلب التأجيل ما هو إلا مناورة تستقلها الحكومة. يعني المنهج القديم اللي مر علينا كل هالسنوات لا زال قائم، يعني لا طبنا ولا غدا شر. المنهج الثاني الشخصي، أنا أخاطب الوزراء كلهم كأفراد مو وزراء، ضميركم وجدانكم وين مكانه، وين محله؟ يعني لو أنت الآن مو بالصف الأول أنت قاعد بالصف اللي ورا، يعني نائب، يعني تمثل الأمة، بغض النظر الحين عن وزير، وجات لك مسألة مثل هذه شنو موقفك الشخصي؟ وين ضميرك؟ وين وجدانك؟ وين حسك الوطني؟ وين دفاعك عن قضية الوزير مسؤول عنها؟ احنا لو قرينا ورقة طلب المناقشة، مو بس قضية الطيارة، الطيارة امر من امور التحقيق الخطير، ايضا قضية الاضراب. احنا عندنا معلومات وراح تنكشف المعلومات ان وزير المواصلات كان يقول حق الطيارين اضربوا، كان يقول لهم اضربوا، كان يحرض الطيارين على الاضراب، كان يحرض على الاضراب. عندنا معلومة مؤكدة وطلبنا لجنة التحقيق حتى ينعرض هذا، حتى تثبت الأدلة، حتى يعرف القائم على الأمر في هالبلد كيف يتعامل بعض الوزراء في 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 وزارتهم وشون يشتغلون. وهذه هذا أمر خطير جدا، وزير يحرض على إضراب ويجي طيار، يجي طيار كان معترض على فكرة الإضراب ومعترض على الأسلوب اللي قاعد يتبع، ومن أكفأ الطيارين ومن أكفأ الشخصيات، وإنسان تاريخه والسي في ماله محترم يتبهذل لأن حسه الوطني شاء أبى إلا أن يؤدي وظيفته الوطنية اتجاه ما يتقوم به بعض النقابات من تعسف في إضراباته. يكافئ أنه يحارب حتى على لقمة عيشه وسمعته. الآن الطيارة وملابسات الطيارة، لم تطير الطيارة إلا ما أخذ كل مستوفية كل شروط الطيران، والكل يعرف هذا وموجود بالتقرير، الكل يعرف أنه ما طار الطيار إلا مستوفي كل الشروط. ولكن لما تدخل السياسة ويكون وزير هو المحرض، تكون النتيجة أنه يتعامل مع هذا الرجل الوطني هذه المعاملة. إذن التحقيق مو بس ينصب على قضية الطيران وقضية الطيارة والطيار، لا أيضا في أمور ثانية، ومثل ما قال زميلنا سيد عدنان عبد الصمد القضية أيضا فيها بعد سياسي. يا جماعة اقروا اقروا، يعني أنتوا الخمسين مع الوزراء لازم يكون عندنا قراءة سياسية للأحداث. بدون قراءة سياسية لا نأخذ الأمور بهالبساطة، ما نأخذها بهالسذاجة، لا لازم رؤية ورؤية عميقة، ونعرف حتى نعرف الإجراء السليم اللي لازم يتخذ. أي حكومة ما تقرأ حكومة ظل الطريق، وأي نائب ما يعرف يقرأ يظل الطريق، يعني يريد الحق فيخطئه، ما يروح حق الحق لأنه ما عنده قراءة، لأنه كسائر بلا بصيرة بلا عين، ما عنده عين يشوف. إذا عندما عنده قراءة ما عنده عين. ولذلك أيضا بعض تفاوت وجهات النظر محترم. ليش محترم؟ لأن هذا مستوى تفكيره، هني احترامه، مو لأنه لا هذا مستوى تفكيره، ولذلك أنا احترمه لأن هذا مستوى تفكيره. بس أنا يعني أحسن في الظن، مو أكثر من هذا. الآن إحنا بسيط، أنا ريال لاني طيار ولا أفهم بالطيران ولا شيء، لكن يجيني واحد خبير لسنوات رئيس جمعية طيران، لسنوات عنده طيران 33 سنة طيار، مدير الأسطول الأميري، انتهى الوقت سيد، انتهى الوقت. موافقة هي تصاب، تفضل دقيقتين سيد. أنا مثل ما صار في استجواب وزير الصحة، أنا قلت لهم أنا ماني طبيب ولا دكتور ويمكن أخطأ، ما أعرف لأني ما أعرف لأني متخصصي، أرى يعني ملة مو هذا متخصصي، تعالوا بالحديث والآيات والهذا ممكن أسوي شيء، لكن بالطب ما أعرف. طيب من عندنا من النواب طبيب؟
عندنا كان ضيف الله ابو رميه الله يذكره بالخير، وقف وقف، والرجل معروف توجهه، معروف سياره، معروف كل شيء، وقف قال اقسم بالله العظيم بالاستجواب، وهذه سمعوها وقلتها واقولها. والان ايضا شاهد ثاني، وايضا عندنا كابتن ثاني ايضا نسيته اللي هو زميل الفاضل نبيل، ها، وهذا الثالث اللي يشاوي زميل الفاضل ايضا، ثلاثه. هذه صارت، وقف ضيف الله ابو رميه وهو الدكتور الوحيد، والباجي مطاوعه ملالوه كليه شريعه ما له شغل بالطب مثلي، ما لنا شغل بالطب، وقف قال اقسم بالله العظيم الثلاث حالات اللي وردت في الاستجواب الماثل امامنا حالات قتل قتل، لكن للاسف للاسف وقفوا ودافعوا عن الوزير ومشوا الاستجواب. الان الكارثه ان شاء الله ما تتكرر مع الوجوه الطيبه الموجوده الحين، اللي انا متوسم فيهم كلهم، متوسم فيهم الخير، ومعتقد ان هذه الوجوه جايه صادقه في شغلها، مو جايه تزايد ولا جايه تساوم ولا جايه تتكسب. عندي انا ثلاث طيارين موجودين الان، والثلاث طيارين اجمعهم على ان اكو كارثه في هذه القضيه. يا حكومه اذا تبي تشتغلون صح، واذا فعلا تبي تنظرون ضميركم على المستوى الشخصي، هذا اللي قاعد يصير غلط. مفروض طلب التأجيل إذا صار تيون عندكم فعلا مادة ترد على 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 الحقيقة الموجودة هنا، يا تقنعونا يا تمشون ويانا. وشكرا أخي الرئيس. شكرا سيد القلاف. آخر المتحدثين مبارك خريني تنازل للأخ طاهر الفلشاوي. هذا آخر المتحدثين، تفضل. تحملني أبو محمد بس كم دقيقة، بارك الله فيك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الطيارة هذه لما أقلعت كان لكسر الإضراب. السؤال الآن، الإضراب إذا حدث هل هو قانوني أم غير قانوني؟ السؤال الثاني، كسر الإضراب هل هو جريمة؟ هل الطيار ملزم أن يكون مع المضربين؟ دكتاتورية هي يا أخي. أنا ماني مقتنع بالإضراب، أنا بطير، أنا حر. هذا واحد. الشيء الثاني، الطيار لما أقلع هل كانت الإجراءات صحيحة؟ الطيارات ما هي سيارات واقفة وتدقها السلف وتمشي، الطيارة لازم تتجهز، تحتاج إلى تيم عشان يجهز لك إياها، تحتاج إلى فريق مهندسين ما لا يقل عن 10 أنواع متخصصين يجهزون الطائرة. فإذا جهزت الطائرة، إذا كان في إضراب الطائرة ليش جاهزة؟ لمن كانت هذه الطائرة جاهزة؟ من اللي بيطير فيها؟ لازم كانت الطائرة جاهزة. طيب ما لها منفست؟ ما لها أوراق ثبوتية؟ لما يغلق الباب الطائرة ما تحتاج إلى البوش باك؟ الطائرة ما ترجع للوراء لحالها، لازم في آلية تدزها للوراء ترجعها. طيب الطائر قبل لا يغلق ما كلم الجراوند كنترول التوجيه الأرضي؟ أعطوه إذن إنه يتحرك. بعدها طلب إذن من الإقلاع، كيف يدخل المدرج؟ أخذ إذن بالإقلاع من 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 برج المراقبة، أقلع عند الرادار، وجه الرادار. الإجراءات إذن كانت سليمة، أقلعت الطائرة، سواء كانت هذا المؤيدين أم غير مؤيدين للإضراب هذا أمر آخر، ولكن نتكلم عن أمر كارثي، عن أمر كارثي. أنا كنت آمر لمركز عمليات القوة الجوية، نتعامل مع الطائرات المجهولة والغير آمنة اللي تدخل الأجواء. عندما نحدد طائرة غير آمنة نتعامل معها بطرقنا الخاصة. لازم نحدد إذا كانت هذه الطائرة آمنة للكويت أو غير آمنة للكويت، هذه الطائرة الأجنبية. لكن عندما تدخل أجواء طائرة ومصدر هذه الطائرة البلد يخبرني أن الطائرة هذه غير آمنة، شو المطلوب مني أنا غير أني أتعامل معها بوسيلة إسقاطها؟ لما البلد نفسه يقول لي طيارتي اللي جاية عندك هذه غير آمنة، كيف أتعامل معها؟ هذا اللي أرسل البرقية إلى إيران هذا يجب أن يعامل كمجرم، هذا أراد إسقاط الطائرة في الجو. نتعامل الآن مع قضيتين، قضية الطائرة كيف أقلعت، ومن الذي أرسل البرقية إلى إيران؟
فاللي أرسل برقية إلى إيران هذا أراد إسقاط الطائرة في الجو. يا إخوان لا نتهاون مع هذا الموضوع. ومن ثم طبعاً عملت لجنة تحقيق أم لا الله أعلم، لكن تم توقيف الطيار. الآن إذا كان الطيار قد أذنب فيجب أن يحاسب، يجب أن يعاقب، يطرد، يفصل. لكن كونه موجود في الخطوط الجوية، موجود بالشركة ولكن ما يطير. طيب السؤال، هل هو مذنب أم لا؟ إذا ما كان مذنب يجب أن تطبطب على كتفه ونقول له قواك الله واستلم مكانك ويرجع إلى عمله. وإذا كان مذنب يجب أن يحاسب، مو نعطي راتبه ونقول له قاعد في البيت وخذ راتبك. يعني احنا يعني هذه نقيض للأمور الواقعية اللي قاعدة تصير. فأنا أطلب نعمل لجنة تحقيق وتكون طبعا من في المجلس لكشف ملابسات الأمور اللي حصلت، لأن الأمور اللي حدثت في هذه خطيرة جدا. وشكرا سيادة الرئيس. شكرا لأخ طاهر الفلشاوي. مع نهاية آخر المتحدثين واستغراق فترة النص ساعة، هناك المقترح راح نصوت عليه. بس قبل لا نصوت عليه يا جماعة، إذا ما عندكم مانع خصوصا الإخوان المقدمين هذا المقترح أن تكلف لجنة المرافق أن هي تقوم بالتحقيق بدال تشكيل لجنة خاصة، ودي أحد من المقدمين المقترح. قدم المقترح. تفضل أخ عدنان مطوع. أخ الرئيس، يعني أنا لعلمي أن أكو لجنة تحقيق جاية بجسر جابر ومحطة وادي راح تحال إلى لجنة المرافق. هذا الموضوع يعني معناته أن لجنة المرافق راح تكون مشغولة في مواضيع أخرى أهم، وأنا أقترح أن الطيارين هم من يشكل لجنة التحقيق. شكرا. تفضل أخ مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا نفضل، أنا كأحد مقدمين الاقتراح، لا نفضل إحالة لجنة المرافق وضد هذا الموضوع، لأن الموضوع له أبعاد كثيرة مثل ما شرحوا بالتفصيل إخوان الزملاء. فأرجو الإبقاء على المقترح كما هو إذا سمحتم. شكرا لأخ مبارك. هل يوافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الطيار الكويتي؟ موافقة؟ موافقة. موافقة. اللي يحب يرشح نفسه لهذه اللجنة يرفع إيده. مدة اللجنة 3 أشهر يا أخوان. ثلاثة أشهر. اللي يرشح نفسه يا أخوان. الأخ خليل الصالح، يعقوب الصانع، مبارك النجادة، نبيل الفضل، طاهر الفلشاوي، خالد شليمي، نواف الفزيع، منو بعد يا أخوان؟ عادل يرى الله يزكي بدر البذالي. موينه موجود، كهو موجود، بدر البذالي. بقرا الاسماء، اللي ما قريت اسمه ارجونا يرفع ايده ويرغب في الترشيح، اللي هو خليل الصالح، يعقوب الصانع، مبارك النجاده، نبيل الفضل، طاهر الفلشاوي، خالد شليمي، نواف الفزيع، بدر البذالي. في احد؟ جماعه ثلاثه ولا خمسه؟ اللجنه مقدمي الاقتراح من 3 ولا من 5؟ اللجنه 5. يعقوب انسحب، ومبارك النجاده انسحب، وخالد الشليمي انسحب، صار 1 2 3 4 5. 5 عندي: خليل الصالح، نبيل الفضل، طاهر الفلشاوي، نواف الفزيع، بدر البذالي. تزكيه يا اخوان، ما في احد سادس؟ إذن موافقة على التزكية: خليل الصالح، نبيل الفضل، طاهر الفلشاوي، نواف الفزيع، بدر البذالي،
وراح يكون اجتماع اللجنة إن شاء الله يوم الأحد القادم الساعة 10:00 صباحا في لجنة المرافق العامة. اجتماعكم يوم الأحد الساعة 10:00 صباحا بلجنة المرافق العامة يا أخوان. هناك اقتراحات أخرى؟ أولاً نحتاج أن نفتح باب ما يستجد من أعمال، لأن عندنا ثلاث اقتراحات. موافق على فتح باب ما يستجد من أعمال؟ مو موافق. الموافق يرفع إيده على فتح باب ما يستجد من أعمال. في مقترحات مقدمة في تشكيل لجان تحقيق وفي لا الحين مقدمين اقتراحات. الموافق على فتح باب ما يستجد من أعمال لطرح الاقتراحات بتشكيل لجان التحقيق. فتح ما يستجد من أعمال. فتح باب ما يستجد من أعمال. موافق. أبو فيصل. فتح باب ما يستجد من أعمال. 22 من 37 موافقة. اقتراح الأول تفضل الأخ الأمين العام. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة. وبعد نحن الموقعين أدناه نتقدم إليكم بتكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية للتحقيق في العلاج بالخارج بوزارة الصحة 2011-2013 ومدة التحقيق 3 أشهر. مقدم الطلب دكتورة معصومة المبارك، صفاء الهاشم، صلاح العتيجي، خالد الشطي، أحمد المليفي، دكتور عبد الحميد دشتي، طاهر الفيلشاوي، سعود الحريجي، هشام البغلي، عدنان عبد الصمد، طاهر علي الفيلشاوي، يوسف زلزلة. سيد القلاف. سيد القلاف. تفضل رئيس اللجنة الدكتور صلاح العتيجي. موافقين على الحالة وشكرا. أخوان، في مقترح بالتحقيق في العلاج بالخارج بأن تكلف لجنة الشؤون الصحية بالتحقيق خلال فترة 3 أشهر. تفضلي وزيرة الدولة شؤون مجلس الأمة. شكراً أخ الرئيس. أخ الرئيس، هذا البند وافق عليه مجلس الأمة بطلب سابق للجنة الصحية لدراسة موضوع العلاج بالخارج ووضع الصحي في الكويت وأمور أخرى مع وزير الصحة. أنا ما بنشوف في داعي، لأنه تكلفت اللجنة الصحية بالسابق بقرار من مجلسكم الموقر على النظر في هذه الأمور. بس هذه لجنة تحقيق مو بحث الموضوع. يعني نفس الشيء، كانوا بدي أقدموا تقريرهم خلال 3 أشهر للمجلس الأمة. هم يبون يحولونها إلى لجنة تحقيق، يعني هذا الطلب، ولا نفس الموضوع قاعد يناقش في اللجنة؟ موافقة؟ موافقة؟ موافقة. إذن موافقة على الاقتراح وتكلف اللجنة الصحية بالتحقيق رفع التقرير خلال 3 أشهر. المقترح اللي بعده. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة. وبعد نحن الموقعون أدناه نقترح تقديم بند مقترح إسقاط فوائد القروض على ما عداه من سائر بنود جدول الأعمال. مقدم الطلب خالد الشليمي، خالد العدوة، محمد البراك، ظاهر الفيلشاوي، هشام البغلي. يا أخوان لو سمحتوا، سيد عدنان، دكتورة معصومة، خالد يعقوب، بس عشان تسمعون الاقتراح لأننا راح نصوت عليه. في مقترح بتقديم بند مقترح اسقاط القروض على ما سواه. الموافق على هذا المقترح بتقديم هذا البند على ما سواه يرفع ايده. في نقطة نظام، عفوا، في نقطة نظام بس الدكتور صلاح العتيجي تفضل. شلون كيف نناقش وزير المالية مو موجود؟ نعم، البركة في الباجين. وزير المالية مو موجود، شلون نناقش الموضوع؟ ما له علاقة. الموافق على هذا الاقتراح يرفع ايده.
29 من 43 موافقة على تقديم البند. في مقترح ثاني. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة. وبعد نحن الموقعين أدناه لما كان الطلب بتشكيل لجنة تحقيق لفحص جسر جابر وعقد محطة الزور قد أدرج على الجدول الأعمال تحت الفقرة ثانيا من البند الثامن بشأن طلبات التحقيق المدرجة على جدول أعمال جلسة السادسة المقرر لها يوم الثلاثاء 5/2 وتمتد إلى اليوم الأربعاء 6/2. لذا نطلب تقديم بالبند المشار إليه لمناقشته بعد الانتهاء من مناقشة تشكيل لجنة التحقيق في موضوع الطيار الكويتي. مقدم والطلب دكتور عبد الحميد دشتي، صفاء الهاشم، دكتور يوسف الزلزلة، صلاح العتيجي، هشام البغلي، سيد حسين القلاف، نبيل الفضل، عدنان المطوع، خالد الشليمي، محمد ناصر الجبري. هاي التحقيق بشنو؟ مقترح تشكيل لجنة، ها؟ أي. موافقة؟ موافقة. طيب يا أخوان، الحين المقترح بتشكيل لجنة تحقيق في جسر جابر، طالبين أن تكون هناك لجنة خاصة. إذا ما عندكم مانع نكلف لجنة التحقيق في شيل أنها أيضاً تحقق في هذا الأمر، وبالتالي يكون عندها موضوعين، عقد شيل وجسر جابر، بدال لا نشكل لجنة جديدة. تفضل وزير الكهرباء، تفضل. واقف فكر شويه، اسمع. شكرا مع الرئيس. بالنسبه لموضوع التحقيق في جسر جابر ومحطه الزور، اول شيء يعني هذا حق لمجلس الامه، ما حد ينازعهم عليه، ولكن جرت العاده لاي موضوع يحقق فيه اذا بدا صارت في ممارسات تم هذا الشيء. الآن العقدين كلاهما لم يبدؤون، تو وقعت عقودهم. الإشكالية وين تقع؟ الإشكالية أن احنا قاعد نرسل رسالة خاطئة للمستثمرين وللآخرين بهذا الجانب. بمعنى جميع هذه العقود وأحدهم راح يناقش باكر في الكلام على الرد على الأخ يعني المويزري، جميع هذه العقود مرت بالقنوات الدستورية من ديوان محاسبة ولجنة مناقصات والفتوى والتشريع، ميزانياتهم معتمدة. ما هي الرسالة اللي راح توصل؟ الرسالة راح توصل يعني الأخ الرئيس أن كل المستثمرين الآن والمقاولين يقولون حنا هذه العقود اللي تبرمها الدولة أو ترسلها الدولة أو تطرحها الدولة فيها اشتراطات، حنا لما نلتزم فيها نتخوف أن مثل هذا الأمر قد لا يتم. بكرة أمرين لا ثالث لهم، يا أنهم يعزفون على التقديم أو يفرضون يقولون أننا نطلب شرط جزائي مثل ما حصل في الداو، وضعوا لنا شرط جزائي إذا وقعتوا معانا إذا لغى العقد تحملون مسؤوليته. حنا ما هو هذا المطلوب. انتوا تبون شرح نشرح لكم، بس لجنه تحقيق كان في خلل، في خطا. اذا هذه الجهات الرقابيه احنا قاعد نبعث رساله ان هذه الجهات الرقابيه احنا ما نثق فيها، لا ديوان المحاسبه ولا 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 لجنه المناقصات ولا الفتوى التشريع. الامر الثالث والاخطر، يعني احد هذه القضايا هي محطه الزور، وانتم تعلمون محطه الزور شو اللي تم فيها. احنا كان المفترض يا اخوان ان هذه السنه تدخل المحطه 2013، مجلسكم القى هذا الامر وصدر القانون 39 على 2010، حولت الى جهاز المبادرات، تحويلها اخر الى 14. اللي حصل جدل السابق الان ما راح تجيب 14، بتجيب 15. 14 احنا على كف عفريت اقولها من الان حسب الأرقام والإحصائيات، ما عندنا سبر ريزيرف. إذا ما نزل الاستهلاك ما عندنا إلا خيارين، ما ثالث لهم، أما يصير قاطع مبرمج ولا ما نعطي الناس كهرباء الجدد. حنا الآن قاعد نسابق الوقت ونسابق التاريخ ونسابق الزمن. الأمر الثاني في هذا الأمر، الآن المستثمر راح يتقدم للبنوك عشان ياخذ تمويل،
راح تتردد البنوك في اعطائه. تقول انا ايش حق اعطيك تمويل؟ ما ادري ايش اللي يصير. باشر لجنه التحقيق توقف هذا الامر. هل هذه الرساله المطلوبه؟ الكل ترى احنا نشارك. انا اقولها من الان. مو 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 تهديد ولا شيء، احنا نتكلم بلغه ارقام. احنا سنويا نزيد عندنا الاستهلاك يزيد لحوالي 800 ل 900 ميجا وات. 800 ل 900 ميجا وات، خل كل واحد يسمع. احنا الان اللي عندنا 13، استهلاكنا 12. السنه هذه ان شاء الله بنعديها بامان. السنه اللي وراها لا، صفر بيكون الريزيرف. والريزيرف شنو معناه صفر؟ لما تطلع وحده معناها ماكو وحده تغطيها. معنى هذا الكلام انه بيصير تريبنج. فتفاديا لهذا احنا مضطرين اللي تكلموا عن قطع المبرمج ان نعلن ان يا اخوان ترى من الساعه 12 للساعه 2 بنقطع عن هالمناطق، نزل لي 300 400 ميجا وات من الساعه كذي عشان احمي البلد من يصير بلاك اوت. هذه حقيقه. هل هذه الرساله نبيها؟ بيدكم. انا اعتقد مرت بكل قنواتها دستوريه لم تبدا. وين الكلام؟ هل حنا نقول حنا ما نثق في لجنه المناقصات ولا ديوان المحاسبه؟ كلاهما دققوا في هذه الامور. حنا الان هني انتم حضراتكم تبي تنجزون تبي وحنا معاكم ندفع. بس هذه كارثه بتحل في البلد. كارثه بمعنى بشيء حقيقي. ما نتصنع هذا الامر، انا ما اتصنعه. انا اعمل في هذا الحقل 30 سنه. اتكلم بلغه الارقام. الامر الاخر، لا احد يطالب انه يوصل حق الناس كهرباء. صباح الاحمد راح توقف، الشمال غرب الصليبخات راح يوقف، كله ما راح اوصل. اذا تبون 14 ما راح تدخل على المحطه. الان 15 ويلا نلحق 15 بالصيف. وندخل وحده بعد، مو 1500، راح ندخل وحده. لا تتجاوز عن 600 ميجا وات و 500 ميجا وات. فاللي ارجوه انه صرف النظر عن هذا الموضوع حاليا. تبون اي استفسارات، اي جلسه، اي شيء، احنا مستعدين في كلا الامرين. احد بيستدعينا بيناقش معانا، لا نرسل رساله خاطئه. رساله خاطئه راح تروح للمستثمرين وتروح للشركات كلها، تقول انا ما اثق بكره في مناقصات البلد. انا لما اي وسعر كفايه ان الدوره المستنديه تقعد لها سنه او سنه ونص عشان توقع المناقصه. هذا بس حبيت اوضحه. وشكرا سعاده الرئيس. شكرا وزير الاشغال ووزير الكهرباء. تفضل دكتور عبد الحميد دشتي. طالبين كهرباء. شكرا لاخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. يعني طلب تشكيل لجنة تحقيق. احنا ممثلين الأمة هني، ما احنا بياعة بطاط. لما نسمع ان والله في ملابسات وفي مشاكل وفي أعضاء مجلس بلدي حملوا لنا ملفات، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما قلنا احنا يبقى مجرمين، ما قلنا التجار اللي وراء هذه العقود اللي نعلم ووصلتنا أخبار عن الصفقات السياسية اللي صارت مكافأة لمقاطعتهم الانتخابات. هذا كله حكي، يمكن اتهامات باطلة. مرت اعتمادات مالية كبيرة جدا ضخمة بالمليارات، 800 مليون كذا مليار. احنا ما قلنا يبا ذيلة، ما اخذنا بكلام كل الناس اللي تقول، ولكن من حقنا ان يطمئن قلبنا كمؤتمنين ونطلع ونفحص. لان في ظل غيبة وعدم وجود مجلس امة ومن يمثل ارادة هذه الامة لان يكون لها دور، وقعت هذه العقود. اللي بيزعل من التجار ما يبي بجهنم، مليون واحد ممكن يجي. إذا احنا قمنا بدورنا احنا نساعد التجار ودنا نشد على أيديهم. ولازم نتعلم احنا من تجربتنا بعد الداو كيميكال، لما يو وحطوا التراب، حطوا الفخ في العقد. الآن حتى لو طلبوا ان والله ان تكون لهم شروط في العقود فيما لو تم إلغائها ما يخالف جماعة، أنا عندي 7 مسجلين، أنا راح أعتبر بعطيك 3، اصبر بس.
عندي وايد ناس طالبين الكلمة، لذلك أنا بعتبر اللي طلبوا الكلمة كلهم مو نقاط نظام، هو النقاش على الموضوع قبل لا نصوت، وبالتالي راح أعطي كل واحد 5 دقائق لمدة نص ساعة مثل ما صار في اللجنة السابقة. أنا عندي حالياً عبد الحميد دشتي، يعقوب الصانع، مبارك النجادة، سيد حسين القلاف، ناصر المري، نواف البزيع، أحمد المليفي، يوسف زلزلة، خالد العدوي، عدنان المطوع، نقطة نظام ولا بتسجلي إن شاء الله، خل هشام البغلي، صالح عاشور، موافقة على نص ساعة كل واحد 5 دقائق؟ موافقة. مبارك الخرينج 5 دقائق، يلا الواحد تفضل كمل، باجي لك 3 دقائق، تكلم دقيقتين باجي لك 3 دقائق دكتور عبد الحميد. شكرا لأخ الرئيس، وبالتالي أعتقد إحنا علينا أن نتعلم، يعني خصوصا الحكومة، يعني أي أحد يحط لنا فخاخ بعد مرة ثانية في أي عقد أعتقد هذه كارثة، والحكومة تتحمل نتيجتها. الآن إذا واحد بيملي علينا الشروط، صحيح عادة العقود الإدارية خصوصا عقود المقاولات هذه الحكومة هي الطرف الأقوى، هي اللي تذعن الطرف الآخر. أنا أول مرة أشوف أن مقاول أي يملي علينا، المقاولين رجال أعمال يدورون مصلحتهم، العالم مليان من الشركات اللي مستعدة أن تقبل لكم بشروطكم. إحنا نقول نبي العقود تكون متكافئة، ما تحمله من التزامات للطرفين متكافئة، أمر جميل. فلا يهددنا أحد أنه والله راح يشرطون علينا مثل ما صار فينا بعقد الداو. العقد الداو صار بوقة حرمنة كبيرة كلنا نعرفها، وفي تنفيع كان كلنا نعرفه، هذا لن يتكرر إن شاء الله بوجود الشرفاء في الحكومة وفي المجلس، هذا لن يتكرر، وعسى الله يعيننا شلون نفتش باللي مضى. أما بالنسبة للمقترح، أنا أعلم بأن هناك لجنة تحقيق في عقد شل، وأعرف أن الإمكانيات ما تسمح بالمجلس، لأن يعني يمكن الطاقم الإداري في اللجان ما يكفي، لكن لأهمية هذا الموضوع وهذا ماخذ أمرين، الجسر جابر وعقد الزور، وحقيقة أمرين كبار كثير يحتاجون تفرغ، بالإضافة للكم اللي عندنا أيام من وثائق ومستندات، نستدعي ناس إن شاء الله يكون لهم بما سيقدموه الأجر من الله سبحانه وتعالى، والموقف الوطني الصادق، والشكر من أهل الكويت ومنه، وراح يفيدون التحقيق ويكونوا قيمة مضافة بما يحملوه، وبالتالي الأمر يحتاج تفرغ. أتمنى أن يتم إقرارها كلجنة منفصلة، ويرشح نفسه من رشح يرشح نفسه لها، والمجلس ينتخب 5 أعضاء لهذه اللجنة. وشكرا للأخ الرئيس. نقطة نظام الأخ ناصر، أنا مسجل اسمك من ضمن المتحدثين. نقطة نظام على أي مادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة، نقطة نظام على المادة 83. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني أنا نقطة النظام هي على ما ذكره الأخ العزيز عبد الحميد دشتي، وقال إحنا نبيع بطاطا أو نسلق بطاطا. أنا أعتقد نرتقي بهذا المجلس عن بعض الألفاظ التي لا نستحقها كأعضاء، ولا ونرفع الأخ عبد الحميد من أنه يصف مجلسنا بهذه الأوصاف مرة إلى أخرى. شكرا. فإذا كانت هذه الألفاظ مقبولة عند البعض، فأنا أعلن بأنها غير مقبولة لي، لأن أعتقد أن أهل الكويت يتوقعون منا الكثير. شكرا شكرا. هذا لحظة شوي بس، يبيك حلها عماها. شكرا شكرا. أخي يعقوب الصانع تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يعني بكل تأكيد الأخ الرئيس، لجان التحقيق لا تعطل سير التنمية. يعني الأخ الوزير تكلم وصور بأن أي لجنة تحقيق هي تعطيل لعجلة التنمية، وهذا الكلام غير صحيح ولا يتفق أصلا مع مقتضيات أي عمل سياسي. اليوم إحنا أمام جسر
تكلم فيه قال لك انه اعتمد من كثير من الجهات الرقابيه، مو صحيح. الجهات الرقابيه سجلت مخالفات، ومخالفه ديوان المحاسبه الرقيمه المؤرخه بتاريخ 26/6/2011 يقول لك تم تحميل المال العام مبالغ اضافيه مرتبطه بالاتفاقيات الاستشاريه. من اهم هذه المبالغ التصميم المبدئي والدراسات الاوليه لمسار جسر الدائري الاول والتي صرفت للمستشار ولم يتم الاستفاده منها. 1,272,000 تصميم مبدئي كروكي عادي وما تم الاستفاده منه. 214,000 اعداد دراسات ووثائق لوصله الدوحه المقترحه لمتطلبات الاداره المرور العام للإدارة العامة للمرور لم يتم الاستفادة منها. 641,000 دراسات تعديل المسار إلى امتداد جسر الغزالي. هذا جزء بس أعطي نبذة للأخ الوزير بأن هناك تجاوزات، ومن حق أعضاء مجلس الأمة أن يستوثقوا من صحة هذا العقد وكيفية رسو هذا العطاء، وكيف عمل تم استثناء كثير من الجهات والشركات المحلية أو العالمية. لذلك احنا نقول بالعكس تشكيل لجنة تحقيق تساعد عمل الحكومة وتستوثق من صحة الأوراق والمستندات اللي قدمت إلى لجنة المناقصات. الله يعطيكم العافية. الأخ يعقوب نقطة نظام. سيد عدنان نقطة نظام. شكرا الأخ الرئيس. 88 الأخ ناصر المري قبل شوية يقول إن إذا أنتم قابلين بما يقول الأخ عبد الحميد دشتي، كل متكلم هني يتحمل مسؤولية كلامه، وحسب المادة 88 حضرتك الأخ الرئيس إذا كان هناك مساس يلفت نظره مو الأعضاء، فبالتالي مو معناتها السكوت القبول أو عدم القبول. شكرا الأخ الرئيس. شكرا سيد عدنان. أخ مبارك النجادة تفضل. أخ مبارك النجادة خلصنا أخي ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يبدو لي وأرجو أن يعني أحد يصحح لي أن هناك سنة بدأت يعني تتبلور في هذا المجلس بأن أي مقترح يقدم من قبل المجلس فالأصل لدى الحكومة هو طلب التأجيل أو يعني تسويف الموضوع. أتمنى أن هذه السنة شوي يعاد النظر فيها. الأمر الثاني، العمل التنفيذي ما له علاقة نهائياً بالعمل الرقابي اللي احنا قاعد نقوم فيه. إذا كان هذا المشروع ماشي وتم تشكيل لجنة التحقيق، فما علاقة لجنة التحقيق بأن توصل رسائل للمقاول أو للتاجر أو لأياً كان؟ هم ماشيين في طريقهم، والعمل الرقابي نحن سلطتين منفصلتين نتعاون، ولكن عملنا منفصل عن السلطة التنفيذية يعني نهائيا. الأمر الثالث، أيضا هناك رسائل مثل أن يجب على المقاولين أو التجار أو أصحاب العقود أن لا نوصل لهم رسائل سلبية. أيضا هناك رسائل سلبية يجب أن لا تصل للشعب الكويتي من خلال ما يتم تداوله فيما يخص مثل هذه العقود، وخصوصا تشابك الجانب الفني مع الجانب السياسي، بمعنى أن هذه العقود قاعد يصير يتكرس عند الناس انطباع أن هذه العقود بعضها هي مكافآت وتضبيطات لمواقف في الفترة اللي وصفها سمو الأمير أن الديرة بغت تضيع. فبالتالي مثل ما أن هناك رسائل يجب أن لا تصل إلى المستثمرين، هناك رسائل يجب أن تصل للشعب الكويتي بأن الرقابة في هذا المجلس ما أخذ مستوفية حقها، وأن أعضاء مجلس الأمة قاعد يبرون في القسم اللي أقسموا فيه. النقطة الأخيرة الأخوان، أتمنى أن المجلس من خلال هذه المقترحات يكرس شيء، وهو الندية بين السلطتين. الندية بين السلطتين عندما نقرر نحن شيء يجب أن نمضي فيه طالما مقتنعين فيه إلى النهاية، لأن أحياناً كثيرة في بعض القضايا اللي طرحت سابقاً يتم الاتفاق مع الحكومة على شيء وهي الحكومة لا تبر بما أو لا 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 تفي ولا تلتزم بما اتفقت فيه معانا. بناء على هذا طالما المجلس مقتنع في لجنة التحقيق يجب
أن نمضي في هذا الموضوع إلى النهاية، وشكرا سيادة الرئيس. شكرا لك مبارك النجادة. نقطة نظام الأخ صفاء الهاشم، أي مادة؟ 83 الأخ رئيس. شكرا الأخ رئيس. أنا بس كان عندي نقطة ودي أوضحها. الأمانة العامة سبق أن اشتكت كثير من المرات من نقص الموظفين الموجودين عندهم في موضوع تشكيل لجان تحقيق، فبالتالي تخصيص موظفين لهم. وفي لجان عندنا موجودة، لجنة المرافق، حماية المال العام، ليش كل مرة نطلب لجنة تحقيق مثل ما صار اليوم في موضوع العلاج بالخارج وتم تحويلها إلى اللجنة الصحية؟ يعني أظن أن الأمر منطقي أكثر، وهم أخوان وزملاء النواب الموجودين الأعضاء في اللجنة، فبالتالي أوتوماتيكياً ممكن ينظرون في هذا الطلب. الشيء الثاني ودي أوضح الأخ رئيس، ويمكن للمرة الأولى ومن النوادر سأتفق مع وزير الكهرباء. معالي الوزير لما وضح عن خطورة توقيف أمور مشاريع كبيرة مثل هذا الحجم، بالفعل يعني الكهرباء، أنا سبق أني قعدت مع أكثر من قيادي في وزارة الكهرباء، الأمر وصل إلى مرحلة مثل ما يقولون ريد فلاج، يعني الضوء الأحمر في موضوع الانقطاع المبرمج على المناطق، وما زلنا نعاني، ويمكن نص اللي موجودين هنا في القاعة اليوم قاعد يعانون من هذا الموضوع. الإيقاف أو إثارة علامات استفهام سيثير الرعب في نفوس المستثمرين الأجانب اللي جايين ينفذون مشاريع كبيرة مثل هذه. يعني أتوقع إن شاء الله من الإخوان يقبلون موضوع أن اللجان تنظر فيها، بالتالي تقليل من موضوع لجان التحقيق. شكرا الأخ رئيس. شكرا أخت صفاء. سيد حسين القلاف. شكرا أخ رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أخ الرئيس أنا أحد مقدمين طلب اللجنة، ولذلك أنا أيضا أتوخى من إخواني، وأنا ما أشك بصدق ما قاله الإخوان وخاصة على رأسهم الأخ عبد الحميد دشتي في بعض القضايا اللي، لكن لما سمعت كلام وزير صراحة شخصيا مو التهديدات اللي قيلت على وضع الكهرباء ولا وضع المناقصات، لا، قناعة بالكلام اللي قاله أنا اقتنعت بكلامه. طبعا لما قام الأخ يعقوب وقرأ جزء من تقرير ديوان المحاسبة اللي هو نعتقد احنا كنواب، وهذه سنوات احنا ندعم ديوان المحاسبة كالعين المراقبة لنا، المحاسبة لنا ويانا، ولذلك نعتمد على هاي التقارير. الوزير قال مرت المشاريع هذه وفق القنوات القانونية. طبعا لما أثار الأخ يعقوب مسألة بعض القضايا اللي فيها أموال، أنا رحت حق الوزير شخصيا وكلمته، وهو عرض هذا اللي عجبني وارتحت له. قال أنا مستعد أي نقطة تحتاج إيضاح أنا مستعد أوضحها. أنا رحت له وطلعت منه، قلت له هذا اللي ثاره الأخ زميل يعقوب شو تقول عليه؟ أعطاني إجابة، وإجابة أيضا مقنعة. أنا أعتقد الفرق بين هذا المجلس واللي كانوا يسوونه اللي في المجلس اللي قبلنا، اللي سووا نفس معارضة ويدافعون عن المال العام ويبون نفس القضايا، كلمة حق يرادوا بها باطل. احنا الان انا مقدم استجواب على وزير، اعتقد ان الوزير يجب ان يرحل. في نفس الوقت انا ايضا الان اعتقد ان ما يقوله وما يقوم به وزير الحالي مال الاشغال قاعد يمشي بشغل مضبوط، ولذلك أنا أعرض أني أسحب اسمي من طلب لجنة التحقيق تلبية وتعاونا مع الوزير اللي أعتقد بكلامه صادق، واللي عنده شيء من الإخوان يعتقد أنه في خلل، وعندنا ما شاء الله المهندس عادل خرافي من الكفاءات الوطنية اللي رجل، يعني أنا واحد من الناس أثق فيه ثقة كاملة. إذا أكو شيء ملاحظات ممكن يفيد المجلس فيها، احنا ايضا موقفنا واحد. لذلك اعلن اخ الرئيس اني اسحب اسمي من لجنة التحقيق لقناعتي بما قاله معالي الوزير، ولقناعتي ان هذا الوزير جاي يشتغل صح. شكرا اخ الرئيس. شكرا انت سيد حسين القلاف. الاخ ناصر المري تنازل. الاخ مبارك الخرينج، تفضل الاخ مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا اخ الرئيس، والشكر موصول ايضا الى اخي ناصر المري على تنازله لي. اخ الرئيس، بلا شك الحكومة عليها مسؤولية عمل وتعاون تقوده أمام المجلس من مشاريع وقضايا أمنية وإسكانية وغيرها، ومن ضمن
المشاريع جسر جابر. أخي الرئيس، كلام الوزير كلام واضح وكلامه صريح وكلامه خطير، وأنا أقدر جرأته، سواء ما ذكره يتفق ما يتفق عليه الإخوان أو من يختلف معه، هذا جانب. الجانب الآخر أخي الرئيس، هذا لا يمنع من حق المجلس أن يطلب تشكيل لجنة تحقيق، وقد تكون في نهاية الأمر هذا التحقيق لا يصل الأمر إلى ما كان يعتقد الأخ الوزير من إجراءات، لأن في نهاية الأمر أخي الرئيس يعرف الجميع أن لجان التحقيق في النتيجة هي توصيات، وهذه التوصيات قد لا تكون أحياناً ملزمة للحكومة، ولكن أيضاً من حق المجلس أن يرى ما يراه في هذا الجانب. النقطة الأخرى أخي الرئيس، هناك رقابة أخرى على أي مشروع، وهنا نشيد في دور ديوان المحاسبة، فإذا كانت هناك مخالفات جسيمة أو لها علاقة في المال العام، أنا أعتقد ديوان المحاسبة هو خير من يستطيع أن يعطي للمجلس عن هذه المخالفات، وهنا أعتقد دور المجلس أن يستطيع أن 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 يحاسب الحكومة في أي قضية تتعلق في هذا الجانب. لهذا السبب أنا أقول أخي الرئيس، لا نسبق الأحداث، ونشكر الوزير على هذه الصراحة، وأيضاً من حق المجلس أن يشكل التحقيق، فأشكر الرئيس على حسن انصات الجميع. شكراً لأخ مبارك الخرينج. تفضل أخ نواف الفزيع. طبعاً في كلام الوزير بعض المغالطات أخ الرئيس، كلمة أن ديوان المحاسبة وافق على جسر جابر هذا كلام غير صحيح، بل أن ديوان المحاسبة أبدى تحفظات. كلمة أن مر عبر قنوات رسمية هذا كلام غير صحيح. مستشار وزارة الأشغال ويعلم معالي الوزير في هذا الأمر ورفض الترسية على الشركة الفائزة بمناقصة جسر جابر، وبكتاب رسمي ومعروض على الوزير السابق والتفت عنه، ومجلس الوزراء كلف ديوان المحاسبة مرة أخرى بخلاف التحفظات السابقة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة على ترسية جسر جابر، والتفتت الحكومة عن هذه الملاحظات مو علشان التنمية إنما علشان إرضاء صاحب جسر جابر. إذا الحكومة بتشتري سكوت صاحب جسر جابر 850 مليون فكاهو ما سكت وكاهو قاعد يسب النظام، وإذا كانت القنوات الرسمية اللي يتكلم عنها معالي الوزير أنا أتحداه خلي أبرز تقرير ديوان المحاسبة وملاحظاته وتحفظه على الترسية، وإذا كان على إيقاف المشاريع من اللي وقف مشروع الغزالي؟ مو أنت؟ مو هذا المشروع اللي أنت أوقفته سبب زحمة المرور؟ وكانت لك ملاحظات وحقك وأحترمك على هذا الحق ومعاك فيه إذا في تجاوزات، لكن ما تصادر حقنا ولا تهددنا ولا تنسى مولدات 2007 وانت الموظف القديم في وزارة الكهرباء، يوم يا وزير بمكانك وقال راح تنقطع الكهرباء إذا ما وفرنا مولدات مستعملة، و15 وكيل تعرفهم يا معالي الوزير انعرضوا قدام المحكمة، فوستر جاردن 30 مليون رست عليها ويا الشركة قيمتها ما تتجاوز آلاف من الدنانير الأردنية، شركة وهمية، وكان وقتها الوزير والحكومة راح تنقطع عنكم الكهرباء، ما تقطع الكهرباء على أهل الكويت، حطها ببالك، لا عشان حرامية ولا عشان غيرهم. إذا كانت القضية قضية كهرباء أنا ذكرتك مولدات 2007، وإن كانت على محطة الزور وهينك من المشاريع وليش ما قدمتها وتقول مجلسنا الموقر هو اللي وقف المشاريع،
انت كنت موجود في المجلس السابق، شنو البدائل اللي قدمتها علشان تقنعنا ان هذه المحطة هي السبيل الوحيد لعدم قطع الكهرباء؟ اما انك انت توقف علينا وتقول لنا ان احنا بنوقف المشاريع، لا مو احنا اللي بنوقف المشاريع، انت وقفت هالمشاريع. وان كنا احنا عندنا تاريخ مع وزارة الكهرباء، انت تعلم مولدات 2007 وصمة عار في وزارتك، ووكلائك اللي اليوم قاعد يوقفون قدام المحكمة، من اللي حولهم؟ مو النيابة العامة؟ بسبب شنو؟ بسبب تجاوزات في لجنة اختارت هذه المولدات. ويوم كنت تقولون تقرير ديوان المحاسبة، وش سويت بديوان المحاسبة والمدققين في ديوان المحاسبة؟ مو رفضتوا التقرير ودفعتوا بالمولدات وخليتونا نشتري مولدات مستعملة على ضوء ان الكهرباء راح تنقطع الكويت؟ اقرا من اول السطر يا معالي الوزير، عطني الاسباب وش اللي وصلنا ان نوصل الى قطع الكهرباء عن الكويت، طالما ان وزارتك تعج بالفساد، وطالما انكم انتم رفضتوا انكم تتحركون تجاه هذا الفساد. لا تحملنا اللوم، هذا حق اصيل لنا، وحق اصيل لنا ان نقول لك قطع الكهرباء. قراءة العدادات قاعد تقطع الكهرباء عنهم وتقطع عن الناس. انت مو لغيت مناقصه قراءه العداد، مناقصه العدادات الذكيه؟ مو هذه اللي كانت راح تقدر قيمه المياه والكهرباء المستهلكه واللي على اثرها تقدر تطالب المواطنين؟ اليوم انت بتقطع الكهرباء عنهم؟ انت اللي لغيت المناقصه، مو المجلس الموقر، مو لجنه التحقيق، وهذه قراراتك وتتحمل مسؤوليتها. لكن جسر جابر، وانا علمك دا اسال مستشارك قبل لا تحاسبنا، قول ليش رفض الترسيه؟ اسأل ديوان المحاسبة، وليش مجلس الوزراء وافق على الترسية رغم ملاحظات ديوان المحاسبة؟ واسأل عن ترسية جسر محطة الزور، وليش الخلاف على الترسية من قبل ملاحظات في ديوان المحاسبة؟ القنوات الرسمية ما وافقت لك، لكن احنا ما نتكروت بهالحكي. خل كلامنا واضح وياك، قطع كهرباء عن أهل الكويت هذه انساها واحنا في هالمجلس. شكرا لأخ نواف المزيع. لأخ أحمد المليفي. شكرا اخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. اخ الرئيس، لا شك بانه يعني اذا في قضيه تتعلق في المال العام يجب ان نقف عندها، ولكن حتى نوازن بين ما قال الاخ الوزير وبين ما طرحه الاخوان في بعض الملاحظات، انا اعتقد ممكن نستطيع ان نوازن بين هالموضوعين بحيث ان تكون هناك لجنه لبحث الموضوع. انا افضل تكون لجنه المرافق، ولكن ممكن تكون هناك لجنه لا تكون لجنه تحقيق، ولكن يحق في القرار أن نعطي اللجنة هذه الحق في أن تتحول إلى لجنة تحقيق إذا رأيت أن هناك عدم تعاون من الجهات المعنية، فبالتالي لا تكون لجنة تحقيق حتى لا نرسل رسائل قد تكون خاطئة. وأنا أتفق مع الوزير في هذا الجانب، خاصة على المستوى الدولي إحنا كافي وضعنا مو زين كلش بسبب ممارسات سابقة منها الحكومة ومنها مجالس الأمة السابقين. نعم، فبالتالي تكون لجنة لتقصي الموضوع، لجنة لبحث الموضوع، وفي القرار يكون من حق هذه اللجنة بقرار منها أن تتحول إلى لجنة تحقيق، وبالتالي نكون حققنا الهدفين بدون أن نصل إلى يعني أن نفقد العنب ونحن نبحث عن شيء آخر. وما دام الأخ الوزير قال والتزم بأن يقدم كل المعلومات، أنا أعتقد ممكن نصل للحقيقة، مو مهم الطريق ولكن المهم أن نصل في النهاية للحقيقة. وشكرا أخ رئيس. شكرا أخ أحمد المليفي. الأخ سيد يوسف زلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لأخ الرئيس. الأخ الرئيس، هذا الموضوع بالفعل يجب أن لا يترك، لأن نحن أمام واقع يحتم علينا أن نضع إيدنا في موقع الخلل. القضية كلها أن هناك مال عام، وهذا المال عام هناك مجموعة من الاستفهامات تقول بأن أسيء استخدام الأدوات التي تمتلكها الحكومة في وضع مثل هذه المشاريع عند من؟ ولذلك الأخ الرئيس عندما يأتي الطلب بهذا الشكل، وهناك أكثر من طلب لكن بما أنه وضع في طلب واحد هذا جيد، بما أن هناك طلب أنا أقول بأنه لابد أن يتم هناك تحقيق حتى بالفعل نعرف أين مكامن الخلل. ثم الأخ الرئيس، أيعقل أن أي ديوان المحاسبة، وأنا أتكلم الحين عن محطة الزور، أيعقل أن أي ديوان المحاسبة في أول تقرير حقه يتكلم عن شيء، في ثاني تقرير نفس الرأي تماما، لكن في ثالث تقرير يتغير؟ ما حدا مما بدأ صاير. ولذلك مثل هذه التغييرات تخلي الواحد يشكك في الأمر. أمر طبيعي جدا الأخ الرئيس عندما يطلب المجلس أن تكون هناك لجنة تحقيق يريد أن يعرف الحقائق حتى بالفعل يستطيع أن يعطي الناس حقها في معرفة المعلومات. القضية أن إحنا راح نيجي في 2014
وما عندنا كهرباء. أنا أقول هذا دور الوزارة، عليها أن تنظم أمورها حتى لو ما استطعنا أن ننجز مثل هذه المشاريع. أمر طبيعي، يجب أن يكون هناك توعية للمواطنين، يجب أن يكون هناك توجيه للناس كيف تستخدم الطاقة، كيف تستخدم الكهرباء، شلون تستخدم الماء. إحنا ما نشوف أي توجيهات من هذه. الأمر الطبيعي أن الجهة المعنية والمسؤولة اللي هي وزارة الكهرباء أن تعمل برنامج تثقيفي توعوي للناس، تبين لهم شلون يستهلكون الكهرباء حتى لا يصير هناك انقطاع. وبالتالي أن إحنا نقول ترى ديروا بالكم إذا ما مشت هذه المشاريع ستنقطع الكهرباء، وكأن هذا نوع من التهديد، يعني غصبا عليكم وافقوا على الأمر وإلا ترى ما راح يصير كهرباء. أنا أعتقد هذا منطق غير صحيح. المنطق الصحيح هو أن نعمل جاهدين على أن نتوافق ونتأقلم على ما عندنا من طاقة من كهرباء ومن ماء وغيره، لكن أن يصير هذا النوع من البارجنينج أن ترى ديروا بالكم إذا ما صار كذي راح يصير كذي، أنا أعتقد هذا أسلوب غير صحيح من المعالي الوزير، ويجب أن لا يكون التعرض لمثل هذا الموضوع بهذه الطريقة. نحن أمام بلد بأكمله، وسياسات الدولة يجب أن تكون قائمة على مصالح أهل البلد. وبالتالي فيما لو إذا كنا سنواجه حالة من الاضطرارية بعد سنتين، من المفروض من الآن نحاول أن نعالجها ونتأقلم معها حتى نستطيع بالفعل أن لا تكون هناك أزمة كهرباء أو أزمة ماء فيما بعد. لكن أنا أقول أصبحت هذه اللجنة ووجود هذه اللجنة أمر مستحق، لأنه بالفعل كما ذكروا الأخوان وأكد على هذا الأمر، بالفعل هناك أخطاء واضحة وبينة في التقارير وفي تقرير ديوان المحاسبة يجب أن لا تترك ويجب أن تراجع. وأنا أعتقد جازم بأن إحنا يجب أن لا نكون كما كانت المجالس السابقة، لا، وإنما في المواقع التي يحتاج أن نتدخل حتى نعرف الحقائق علينا أن نتدخل، علينا أن نعرف ما يحدث حتى بالفعل نوجه حتى القرار الحكومي. في بعض الأحيان الأخ الرئيس لا الوزير ملك نازل من السماء ولا موظفينه معصومين، يمكن خفيت عليهم بعض القضايا، خفيت عليهم بعض الحقائق. هذه اللجنة راح توضح لهم فيما بعد إذا بالفعل كانت هناك أخطاء مخفية، معلومات مخفية. أنا أقول الأخ الرئيس والكلام أوجه لزملاء النواب وكذلك الإخوان في الحكومة، علينا بالفعل أن نقوم بواجبنا حتى نكشف الحقائق كما ينبغي ولا يكون هناك ناس يستغلون الأوضاع الخطأ. وشكراً للأخ الرئيس. شكراً. آخر المتحدثين الأخ خالد العدوى، تفضل. الأخ الرئيس، انتهى الوقت بالساعة. لا لو تكرم. شكراً للأخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الكلام الذي قاله الأخ الوزير كلام غير صحيح ومردود عليه، وقرأ نصف العبارة وأخفى ليش ما قمت يا وزير الكهرباء وقلت نعم هناك تقارير من ديوان المحاسبة سجلت تحفظها على هذين المشروعين أو على الأقل أحدهما. ومرة ثانية وثالثة إلى أن غيرت اللجنة في ديوان المحاسبة. بعدين من يقول لك أن الآن ديوان المحاسبة له الرقابة لاحقة سابقة ولاحقة؟ يعني على بالك أن إذا وقع العقد انتهى الأمر خلاص، يعني إن هم أعطوا صك على بياض؟ لا، سوف تكون هناك متابعة لأعمال وتنفيذ هذا المشروع واللي تحوم حوله الشبهات هذين المشروعين. وأنت تعرف هذا الأمر يا معالي الوزير بأن هناك كلام حول صفقة سياسية تمت وبعد حل مجلس الأمة بهذه المبالغ مئات الملايين، والآن أنت حاط المجلس أمام أمران أحلاهم أمر، يا بتطفي عليكم الكهرباء يا أقروا هذا الأمر. أنا أذكرك بطوارئ 2007 لما نفس يا أخوان الإسطوانة قالوها لنا هني، قالوا إذا ما أقر مشروع 2007 طوارئ ونختصر هذه الدورة المستندية الرقابية على هذا المشروع وإلا ستطفي الكهرباء. ما الذي حصل؟ أخوان مقاولين شغلتهم أرصفة وإنشاءات لطرق، أدخلوهم في الكهرباء كشركات متخصصة في الكهرباء وجابوا مولدات مضروبة وأجيزت من اللجنة داخل وزارة الكهرباء 15 وكيل،
واقروها وشكلت لجنه التحقيق وحول الى النيابه، ولا زال مثل ما قال النائب الفزيع لا زالوا الى الان امام المحاكم. احنا اذا انت قاعد الان، من اللي يقول لك ان لجنه التحقيق الان هذه لجنه التحقيق سوف توقف المشروع؟ انا اسال الاخوان، هل تملك لجنه التحقيق ايقاف هذا المشروع؟ مشروع وقع وانتهى الموضوع، ولكننا نريد ان نعرف هل هو في مساره الصحيح، هل هناك تبعات سياسيه تتحملها حكومه ام لا. احنا معاك أنه يجب أن يكون هناك تواكب مع نمو هذا المجتمع من الناحية العمرانية الاستثمارية الصناعية الآخرة بطاقات كهربائية متساوية، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون الأمور الإجراءات صحيحة وسليمة. سعادة الرئيس، ما يجي يقول لك والله ترى يا أخوان الكهرباء راح تطفع الكويت وبرمجة في قطع التيار الكهربائي. على من البرمجة في قطع التيار الكهربائي؟ على المواطن البسيط، على المواطن البسيط. لكن اللي في 2007 واللي نهبوا 600 مليون قيمة هذا، وصحح لي قيمة هذا المشروع 600 مليون، أنا ذاك في 2007 ما شفنا أي شيء، انتهى الأمر. هي الآن موجودة كلها في مستودعات بعضها الوزارة وخارج الخدمة، ولم يستفد من الشعب الكويتي شيء إلا سماسرة المقاولين. أما فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي، من يقول لك ان المستثمر الأجنبي الآن يتوجس كيف ممكن انه يرحل؟ يوميا يدشون عليكم المستثمرين الأجانب، يومياً يدشون على الوزراء ويبحثون عن المشاريع ويتكالبون عليها، لا على بظاهرة عامة من الكويت أقصى إلى أقصى يبحثون عن الاستثمارات، وليس عندهم أي توجس، بالعكس هم يبحثون عن السماسرة في من أجل الانقضاض على هذه المشاريع التي يسيل لها اللعاب. لكن المصيبة إحنا لا نبيع الشعب الكويتي أوهام. احنا هل هذا المشروع سيكون مثل سابقة 2007؟ انا اسالك يا معالي الوزير، انت عندك ضمانات ان لا يكون مثل 2007 طوارئ، ان تكون هذه المحطة في نهاية هي السرقة بس تحت يافطة محطة كهربائية في الزور؟ انا ارجو ان تمضي لجنة التحقيق ولن توقف هذا المشروع، لكن يجب ان لا نلدغ من جحر واحد مرتين. شكرا لخالد العدوى، تفضل معالي وزير الكهرباء وزير الاشغال. شكرا الاخ الرئيس. الاخ الرئيس، يعني اول شيء انا اول ما تكلمت قلت له نرسل رسائل خاطئه. هل احنا نثق في ديوان المحاسبه ولجنه المناقصات ام لا نثق؟ خلينا نكون واضحين. يجب الامور يعني توضع في نصابها، لا نتكلم بشموليه وكلام عام. الكلام اللي انا قاعد اقوله في اجراءات، في جهات رقابيه محددة بالدستور وباللوائح تدقق في هذا الأمر، هي ليست ممارسات وبالتالي احنا بنحقق في ممارسات تمت. هذا اللي بقوله، وبالنهاية الحق للمجلس. أنا دوري هني أوضح حقائق، ما أهدد أحد. لكن الواحد يفهم يقول ما تقطع كهرباء ولا تقطع كهرباء، مو بيدي ولا بيده. هذا حمل استهلاكات يقابلها إنتاج. إذا ماكو إنتاج ما اقدر اعطي كهرباء، لا انا ولا غيري. هي مو شجاعه كل واحد يتكلم بكلام عام. تبون حقائق؟ هذه الحقائق، لا نخفي راسنا في الرمال. هذه الحقيقه. الزياده السنويه عندنا من 8 الى 9 ميجاوات. الحمل اللي موجود اليوم 13,000 ميجاوات. 12 العام، نتوقع الصيف نوصل حوالي يمكن 12 وشويه، 12 وكذا. توصلنا عفوا، اللي فات كان في حدود 11,900. احنا عندنا في حدود 13. الان لما يزيد السنه هذه ممكن نعديها على خير، السنه الجايه بنكون مثل ما قلت لكم. هذه احمال، مو تهديد. في كل دول العالم شو يصير عندهم قطاعات اذا ما واكبوا في مشاريعهم. الامر الاخر، لما نقول احنا ما كبلنا ايد الوزاره، لا، الوزاره كانت تبني محطات. قانون 39 ل 2010 اللي ما يقرا خلي يقرا، قال الوزارة ما تستطيع تبني أكثر من 500 ميجاوات. الوزارة كانت يوم بنت الزور 2500، كل واحد خلي يعلم ذلك. الآن لا تستطيع الوزارة أكثر من 500. وبالتالي حول بناء على مجلسكم الموقر بالقانون هذا أن حول لجهاز المبادرات. جهاز المبادرات اللي يقوم في هذا العمل. جهاز المبادرات قام بهذا العمل. نأتي نقطة اللي تطرقوها الأخوان، وأنا شاكر لهم يعني عشان الأمور تكون واضحة. احنا ما نخفي شيء هنا. بالنسبة للزور، موافقة رسمية من ديوان المحاسبة، واللي يقول خلاف هذا خليه بالورقة.
كتاب رسمي من ديوان المحاسبة بالموافقة، شو يصير داخل لجان وانا ماني مختص فيها، انا اللي يوصلني فتوافق عليه وتم. لما ناتي لمشروع جسر جابر، جسر جابر دائما ديوان المحاسبة يضع ملاحظات ويختلف مع لجنة المناقصات، واتوا في مجلس الوزراء ونوقش هذا الموضوع، لجنة المناقصات كان لها رأي وديوان المحاسبة قال أنا عندي ملاحظات وتحترم ملاحظاته. قانون نفسه لجنة المناقصات، قانون ديوان المحاسبة ينص في المادة 33 أن إذا صار خلاف بين الجهات الحكومية ترفع لمجلس الوزراء، هذا إجراء قانوني ويفصل فيهم بين مجلس الوزراء، وهذا اللي تم. وديوان المحاسبة نفسه قال هذا الكلام، قال يا جماعة أنا هذا رأيي، تبي تاخذوا القرار خذوه، وين الخطأ؟ الآن إذا اختلفوا اثنين شو نسوي؟ وين نروح؟ خلنا أقولها وين نروح؟ من نتبع؟ نوقف؟ وهذه نقطة أنا بتكلم عنها بعد شوية إذا تكرمتوا عشان المسألة تفصل وتحسن في هذا الأمر. بس هجي حق الباجي. الآن بالنسبة لمثل هذه الأمور احنا قاعد نواجهها خلاف بين جهتين. اللي أنا أعرفه أن الجهة الفنية هي مسؤولة عن الجانب الفني. لجنة المناقصات هي مخولة حسب القانون، هي من ترسي. ديوان المحاسبة يشوف هذا من الجانب المالي. إذا كان ديوان المحاسبة يشوف الجانب الفني، إذا خلي تروح المناقصات من الأصل وخلي راجعها من الأصل، هنكون واضحين، هنكون واضحين. هذا خلل قاعد يأخر، يبتبون من أجيب لكم عشرات المناقصات، لجنة المناقصات رأي وديوان المحاسبة رأي، من نأخذ فيه؟ يروح لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء يقول هذا مو شغلي أنا. هل دور يعني هذا تبي له جلسة سعادة الرئيس سمحت لي يعني عشان تفصلون في هذا الأمر؟ إذا كان دور ترون أنت دور ديوان المحاسبة ينظر في الجانب الفني وهو من يرسي، خلي يكون أمر واضح، تعدل القوانين عشان تكون المحاسبة محددة. إن كان خطأ فني تحاسب الوزارة، وإن كان خطأ مالي تحاسب الوزارة، هو يراجعها. ونص المادة 13 الفقرة الأولى والفقرة الثانية من ديوان المحاسبة واضحة، يتأكد من وجود المخصصات المالية وأن تمت حسب النظم. وبعدين هذه المادة للعلم، يعني أنتوا الحين قاعد تفتحون الموضوع، هذه الرقابة المسبقة ديوان المحاسبة وضع متى؟ بالستينات، في ذاك الوقت لم يكن في وزارة مالية وكذا، فبالتالي وضعت هالمادة للتدقيق على 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 ميزانيته. فهذا الجانب، هذا الجانب يكون موضوع. نأتي للنقطة الثانية، لما نتكلم الآن عن مشروع الغزالي، لا ماكو شيء اسمه مشروع الغزالي. غزالي عبارة عن جسر، جزء من مشروع، جزء في عقدين، بس لا تكون الأمور واضحة، في شارع جمال عبد الناصر وشارع الجهرة، في بينهم وصلات، أحدها جسر الغزالي، مو مشروع جسر الغزالي ألقي. اللي حصل الآتي، ما نخفي شيء، حنا توقفت صارت زحمة وصارت كذا، طلبتنا اللي في الجامعة 25% منهم قياب وتأخير السيمستر اللي فات، رحت أنا شفت الساعة 11 بالليل أنا رايح هناك، أول ما سلمت لقيت إن هذا الجسر النزلة اللي فيه اللي قدام الجامعة يبي يرفعونها عشان يربطونها في 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 جسر جابر. قلت الحين جسر جابر بعد توم توقع بلا 5 سنين 6 سنين، الآن سوون هذه نأجلها، اللي حصل إعادة برمجة، هذا اللي حصل، حصل إعادة برمجة وبرمجة لكل البرنامج. وحنا بفضل الله إن شاء الله في أجزاء راح تنفتح في جزء من شارع الجهرة، جزء راح ينفتح منه إن شاء الله في نهاية 2013 وجزء في 2014. مو تبونا نشتغل؟ مو تبونا نعدل؟ ولا كل شيء نخليه كما هو؟ انت مو في جهات رقابيه، في دوام، انا في عندي دوام محاسبه قاعد يراقب باستمرار، يراقب في الرقابه اللاحقه، يتابعني في تقارير ترفع لكم، وهذا حقه وحقكم. بس هذا اللي صار، خلينا نحط الحق، نحط النقاط على الحروف. ولما نتكلم حنا، لما نتكلم عن 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 بعض الاخوه قالوا ان ديوان المحاسبه عنده تحفظات، نعم عنده تحفظات، وقال التحفظات احنا ما انكرناها، ولكن مادتها واضحه. قلت مثل ما قلت لكم انا مثال، الماده 33 في قانون لجنه في ديوان المحاسبه
إذا اختلفت الجهة أو أي جهة حكومية مع ديوان المحاسبة يرفع الأمر لمجلس الوزراء واستدعى وبت فيها مجلس الوزراء إجراء قانوني. وين الخطأ فيه؟ لما نتكلم شنو مشاريع الوزارة؟ لا الوزارة اشتغلت مو ما اشتغلت باللي تقدر عليه. حنا طارحين الحين مناقصتين 500 و500 لأن كنا عندنا فتشة شوية بنحط واحدة بالصبية واحدة بالزور عشان نواكب الأحمال عشان نواكب الأحمال. قاعد نشتغل حنا اللي نقدر عليه. لما يتكلمون عن 2007 أنا ما كنت في 2007 أنا برا الوزارة بس مولدات 2007 قاعد تشتغل الآن قاعد تعطي كهرباء قاعد تكون تأخرت قاعد تكون بس تشتغل وتعطي كهرباء الآن. وإذا يبون زيارة نوديهم زيارة وريهم إياه اللي يقول ما تشتغل وريها كاي موجودة بشويخ. لما يقول عن قطع الكهرباء أنا قطعت الكهرباء مو مستحقات مو في قانون مو أقسم نطبق القانون. الآن لما حصل 153 مليون للدولة اللي قعدوا 10 سنين هذا نتكلم عنه. تبي ما ناخذ الناس كهرباء ما ناخذ هذا طلعوا قانون شرع قانون شرع قانوني ولا تاخذ من الناس هذا قيمة استهلاك. هذا اللي قاعدين نتابعه. بعرف وين الخلل الحين وين الخلل. أنا قاعد أقول لا نعطي رسائل خاطئة. أنا لما حقق شنو معناها معناها في عندي شبهة خايف هذا اللي أنا قاعد أقوله عندي شبهة وخايف هذا معنى التحقيق. شنو أنا ما أفهم قهر التحقيق. إذا في مفهوم ثاني قد يقولوا لي استفسار غير. اللجنة موجودة ممكن يستدعون أي واحد أي لجنة تستدعي كذا بس لما تقول تحقيق معناه في عندك أنت شبهة في أو في شيء بتوجس. وبعدين هذه على فكرة يعني المشروعين هم أرخص المشروعين اللي في العروض ميزانياتهم موجودة في 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 هذا. خل مشروع الزور لأن استثمار بس جسر جابر موجود ومدرج وموافق عليه مجلس الأمة وطرحت ولا حتى حكى على الكلفة موجودة معروفة الكلفة. حنا خذينا أرخص العروض. العرض الثاني يفرق عنا 40 مليون حتى لو بيصير ما أتشاور أنا مو نبي نحافظ على مال الدولة. يجيني واحد ما قاعد أتشاور معه وقاعد أخلص هذا عشان الدولة. هذا محطوط ومدروج في الميزانية وموافق عليه مجلس الأمة. شنو معنى الموافق عليه؟ إني أطرحه وأمشي فيه. هذه أمور حبيت يعني بس أكدها ويا بأكد يعني أي واحد يستفسر حاضرين. وقاعد أقول أنا يعني حنأتي باكر جسر جابر راح يكون من ضمن الأمور اللي راح تشرح بالتفصيل بالنسبة لجسر جابر وتشوفون تفاصيله وكل الأمور اللي فيه. شكراً. فاللي أرجو يعني عملية خن يعني خلنا نتساعد في هذا الجانب. شكراً. شكراً معالي الوزير. التعقيب على دقيقة واحدة الأخ تفضل الأخ نواف بزيع. أخ رئيس أنا ما حبيت أدخل في التفاصيل لكن على تحفظات ديوان المحاسبة اللي ما يبي يتكلم عنها معالي الوزير وفي بداية قال مرت عبر قنوات ديوان المحاسبة الحين رد وقال لا في تحفظات ديوان المحاسبة. هذه أول مغالطة تدلل على المصداقية في الكلام اللي قاعدين قال. أما ديوان المحاسبة إيش قاعد يطلب؟ هذه الشركة اللي راح تنشئ الجسر أنشأت جسور في دول أخرى وتسببت بضحايا وقتل بسبب أخطاء إنشائية في بناء هذه الجسور. وديوان المحاسبة طلب من الشركة المعنية تقدم تقرير على مصير القضايا المرفوعة في الهند وغير الهند. هذه الشركة اللي راح تبني جسر جابر. إذا احنا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى لو أن هذه الشركة لا سمح الله عرضت أرواح ناس للخطر وماتت ناس مثل ما مات في السابق. هذه تحفظات ديوان المحاسبة وهذه تحفظاتنا احنا ومجلس